الشلولو، وارثينه من التراث الغذائي المصري القديم. الشلولو عبارة عن ملوخية ناشفة تتعمل بالمية الساقعة مع توم عالي مع ليمون عالي مع شعر شطة صغيرة مع شوية ملح. بيعتبر كأنه طبق ملوخية يعني، طبق ملوخية بس على البال، ليها صنعة تانية بالظبط وتحفة. أنا كده خدت ليمون عالي، لا فيروس ولا غير فيروس بقى، خدت توم عالي في وسط ملوخية. المادة الملوخية بتاع المخاطية بتاعت الملوخية بتبطن جدار المعدة، فالليمون العالي والثوم العالي مش هيأثر لي سلبي على جدار المعده، مش هيتعب لي معدتي لو انا من المعده بتتعب. بالظبط كده خدت اكفى وارخص واسرع طبق مصري غذائي صحي ضد كل الفيروسات. بس بنقول للذكور ما تكتروش منه شويه عشان له بعض سلبيات على الهرمون التستوستيرون، ما جراش حاجه.